السلام عليكم الزفلة ونسمع في ثلاغ في اليوم بزاف السويتر الجامع الوحيد تعليق صحيح أكمش كرغم اللي في تعليق وين إخلافن. مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار تي في. هذه القناة إن شاء الله اللي ديما رايحين نشاركوا معكم فيها الحصري ورايحين نشاركوا معكم الجديد تاع شبيبة القبائل وأخبار جياسكا. فقط ما تنساش الشابط أسفل هذا الفيديو جام جام ولايك أخي العزيز، ربي يحفظك واشترك في القناة وفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد. صدقوني خوتي يا لها من لحظات رائعة ويا لها من فرحة ولحظات لا تنسى. الحمد لله يا ربي، ربي لي وفق شبيبة القبائل مع المدية خاوتنا اليوم، وربحنا خاوتنا وكان يعني فوز رائع. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. وفري يعني والله غير حمسوني لي جوار خاوتنا، والله غير حمسوني وفرحة يعني بعد ما فرحنا فريق الرديف يعني الوليدات الصغار ديال الله يبارك، فازوا فوز ساحق يعني 9-1 مع المدية خاوتنا، واليوم زادوا فرحونا خاوتنا ليكيب تاعنا الجي اس كا خاوتنا. صدقوني فرحه كبيره يعني. شوفوا خاوتنا شوفوا بعد نهايه المباراه قال لك اللاعبين والرئيس يزيد ياريشان اهدوا للانصار الحاضرين بالملعب الورود، يعني قدموا لهم خاوتنا الورود كما راكم قاعدين تشوفوا في الصور، قاعدين يبعيط يشوفوا الورود لي سيبورتر، وهذا بعد غيابهم طويل من المدرجات. ما حتى لي جوار خاوتنا فرحوا، والله فرحوا بلي سيبورتر يعني فرحوا بالجماهير، باسكو الجماهير يعتبروا حاجه كبيره، حاجة كبيرة عند الفريق لي سيبورتير، وراهم هما اللي دعموهم خاوتنا بالتشجيع تاعهم كيما راكم تشوفوا، راهم قاعدين يسربيو لهم في الورود وكذا. بون قال لك نعم خاوتنا هذه هي شبيبة القبائل التي نحبها عندما يلتفت الجميع حولها. هذه هي شبيبة القبائل اللي نحبها خاوتنا، ويتفقون على هدف واحد وهو أن تحيا شبيبة القبائل وفيف شبيبة القبائل وتكون دائما في القمة. إن شاء الله يا ربي ديما في القمة وديما في القمة خاوتنا، أكثر من مجرد فريق والله، غير شبيبة القبائل أكثر من مجرد فريق، ماشي فريق هكذاك خاوتنا، نحن الأصل يعني والله غير نحن الأصل والباقي تقليد. تحيا شبيبة القبائل رمز لن يسقط أبدا برجالها وبأولادها، ولن نقبل لأي أحد أن يتقدم ويضر هذا الفريق. نحن هنا يا شباب القبائل بربي إن شاء الله ما نخليو حتى واحد يضر الفريق تاع شباب القبائل، والله يهضر على شباب القبائل ندعموها خوتنا بكل شيء يعني بالمعنويات. الحمد لله الحمد لله أنا قادر ندعم بلي فيديو خوتنا، راني قاعد ندير لي عليا ندير لي فيديو نشكر في شباب القبائل ندعم فيها نجيب الأخبار نتعب كذا. ماذا بك مبارك خوتنا دعمونا، الله يحفظكم دعمونا يعني. أنت كي تفرج الفيديو دير لنا جام راك فري تحفزنا ودعمنا، وزيد دير بارتاج لكان عندك في الفيسبوك الانستغرام اي باجا اي عفسه هكا، صدقوني غير ندعموها خوتنا يعني ندعموها بربي ان شاء الله. وباذن الله باذن الله مازال الخير القدام ومازال الخير القدام. وحاليا خوتنا رانا نحتلوا المرتبه الرابعه يعني ماناش بعاد عن المرتبه الاولى، وباذن الله باذن الله خوتنا فيها الخير ومازال كاين الخير بربي ان شاء الله، مازال كاين الخير ما تبخلوش علينا خوتنا. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.